وش هذا؟ الحين هذا اخرته جابني لاخر الدنيا، جابني ذا المكان ذا الفندق، اخوفهم افزعهم اخليهم يطعم برا الفندق، وهذا اخرته تعطيني نص المبلغ. انت صدقت نفسك انك هني؟ خذ الفلوس ذي بتكفي وتوفي، والله ما زيدك عليها ريال. لكن اللي ابغاه ما عاد اشوفك في ذا الديره، ابغاك تختفي للابد. زين؟ زين يصير خير. يصير خير. وليد وليد تعال خلصنا، تعال تعال. ايش فيك؟ تعال اوريك شيء. شوف مو هذا اكثر؟ هذا خالي. طيب طيب ايش؟ طيب يمكن بيت خالي مبني على مقبره جن. يعني اساس خالك بيروح يقرا عليه؟ قاعدين يتفقون وانا قاعد اسمعه، واعطاه فلوس حاسبه. يتفقون على ايش؟ انا ايش دراني قاعد يدفع له فلوس؟ قاعد فلوس ايش؟ حقك ايش؟ نبي نصبر شوي ما بنبيع الفندق. يا عمي خلي الفندق دقيقة. تعال شوف شوف لكن شوف. اللي ابغاه يقول قاعد يتفق معه على فلوس. مو بدا اكثم؟ وضا خالك؟ قاعد يقول يحاسبه. يقول خلصنا وانا بضبطك ونخلصها. وش يخلصون؟ يعني خالي الحين ورا الموضوع؟ ايوه خالك ورا الموضوع. كيف يعني مرسل لنا؟ ارسله، اكيد ارسله. مسوي انه جني وجاي علينا يمثل علينا انه جني. في كيف تسوي علينا اذا مو جني؟ كيف العربية قاعد تتحرك لحالها؟ شقلبها. ساعدني ساعدني ناصر. شقلبها. اخو العيال. الله لا يوفقه، متى بدا يسويها ويشبك؟ وشبك الاسلاك في كل الكاميرات. والله ما نبيع. والله ما اطلع. يبغى يطلعنا من الفندق؟ والله, والله ما نبيع. طب اهدوا. والله لا طلعها من قلبه. خلاص؟ ها وش قلتوا؟ وش اتفقتوا؟ تطلعون ولا لا؟ ايه بنطلع بنطلع، بس قاعدين نستنى اخونا ناصر قاعد يضبط الشنط. ايه هو بيجي الحين. ناصر. هلا وصل. يقول لك بنطلع ولا بنجلس؟ قلنا له قلنا له بنطلع بس نستنى ناصر. انت ايش رايك انت؟ والله انا صراحه ودي اتاكد. يقولون الجن مخلوق من نار. ايه فاكيد اذا المخلوق من نار ما بتذيه النار طبعا. فانا ابغى اعرف اذا انت جني صدقي ولا خيخه. شلوطه شلوطه بالله. وش وش ذا؟ اصبر اصبر. ليش ليش خايف؟ تعال شو 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 ش